أعزائي أصدقائي جميع أينما كنتم، مرحبا بكم. ما أقوله اليوم ليس هو مجرد طرح أفكار أو مجرد مقال صحفي أو مجرد فيديو للاستئناس. ما أقوله اليوم هو تقرير من وجهة نظر تجارب ومن وجهة نظر حديثة وعصرية. عنونته بما يلي: كلمة نقطة، أكبر خطر يهدد المنتخب المغربي أمام كوت ديفوار. أيها الأصدقاء، إذا كنت لست في حاجة لهدف فخصمك في حاجة إليه، وسيجري وراءه ويلقي عليه القبض ما لم تجري بجانبه وتسبقه لخطف الهدف. مباراة منتخب المغرب ضد كوت ديفوار هي معركة دامية للحصول على الهدف، والذي يسبق التهديف سيفوز بالمقابلة وبالالتحاق بركب المؤهلين لمونديال روسيا، أي النقطة التي تعتبرها تحاليل المغاربة لن تكون سوى مجرد تحصيل لحاصل. وفرق كبير بين فريق مدان بأداء غرامة الفوز دون سواه وبين خصمه الذي يستدفئ بنقطة لم يحصل عليها بعد. الرحلة إلى كوت ديفوار لا ينبغي أن تعني الحصول على مجرد نقطة، لأنه لا توجد مباريات تضمن لك نقطة مسبقة، فلا يمكن أن تحصل على تلك النقطة إلا بعد ربح حرب مباراة مع خصم له نفس الحماس ونفس السلاح ونفس الهدف، وبهذا تكون النقطة بمثابة كنز محروس وراء متاعب وأخطار وتعدي للمصاعب. كنز لا تمنحه لك سوى معركة كوراكور. لتربح عليك أن تكون أقوى من خصمك، وعليك أن تكون أذكى من خصمك، وعليك أن تكون أخطاؤك أقل من أخطاء خصمك، وعليك أن تكون تلك الأخطاء أقل فداحة كيف كانت كثيرة أو قليلة. وحذاري، حذاري تحرير الكرة لنفسك لا لغيرك من زملائك، أعني انتزاع الكرة من الخصم والتصرف فيها بأنانية بدل أن تمررها. وهنا في هذه الحالة أخطاء الذي يحتكر الكرة لنفسه أن الضغط عليه يحرمه من الكرة ويقوم بالهجوم المضاد، وهذا وقع كثيرا. وأخيرا أقول كلاما أتمنى أن يوصله فاعل خير للمدرب رونار. المباريات الكبرى التي يتقابل برسمها فريقان كبيران غالبا ما يلجأ المدربون المحنكون الأذكياء إلى سلاحي الجناحين المدافعين المتقدمين لتلقي الكرات العابرة للقارات، غير أن ذلك التقدم إما أن يكون عن طريق سبق الكرة إلى النقطة القريبة من ركن الزاوية ليتصرف فيها، وهذا غالبا ما يكون مضرا، لأنه إذا سبقت النقطة قبل أن تعبر الكرة من جهات أخرى تكون تحت المراقبة، لا تستفيد لا الفرقة ولا تميل الكرة. وهذا ما كان يفعله ألفيس، وكان يجر الوبال على برشلونة ومن جهته تسجل عدة إصابات، وكما يفعل الآن المهاجم الشاب حكيمي. أما الوجه الآخر للجناح المتقدم وهي أن يتحرك حسب تحرك الكرة، وإذا أرسلت إليه الكرة من جهة عابرة يتقابل معها في نقطة معينة ويتصرفها بالطريقة التي يريد لأنه تحرك بسرية، وهذا غالبا أو نادرا ما يقوم به ضرار، وأنا أقول نادرا ولكنه مفيد. مرة أخرى أقول للسيرونار: الكرات العابرة للقارات من فضلك، الكرات العابرة للقارات من فضلك، الكرات العابرة للقارات من غفلك.
من فضلك، وخصوصا إذا جاءت عن غفوة وغفلة، فهي سر من أسرار الكرة العصرية. أظن أننا نستفيد أكثر من مباراة الوداد حين نعلم أن فريقا جاء لنقطة معينة ولم يحصل عليها، وهو الأهلي المصري. أصدقائي، إلى اللقاء.